السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. قراءة روحانية لمواليد برد الأسد، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أحبابنا في الله، إن كنتوا عايزين أعمل لكم فيديوهات لعلاج السحر أو علاج المس أو علاج الحسد أو علاج القرين أو علاج التابعة، شوفوا الفيديو اللي عايزين ننزله لكم، اكتبوا فيه التعليقات ونشوفوا أكثر التعليقات للعلاج. وهعمل لكم فيديو ليه علاج باذن الله تعالى ناسف للمرض اللي تطلبوه، المرض الروحاني اللي تطلبوه، وهعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى وانزله لكم. فشوفوا كنتوا عايزين علاج السحر، اكتبوا علاج السحر ونشوف، وهنعمل لكم فيديو ليه باذن الله تعالى. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم، فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك احبابنا في الله. بسم الله الكاشف، عندك بشرى وفرحه كبيره واستقرار، خلاص عندك اطمئنان على شخص مريض الشخص ده، وعندك فك قرب ان شاء الله في حاجة غالية على قلبك، يعني انت راح تحققها، تحقق امنية غالية على قلبك جدا، عندك تغير عتبي وتخلص يعني من الارق او من التعب في المكان اللي انت فيه، محتاج تنقل من المكان اللي انت فيه وتخلص من الهرق اللي انت فيه من المكان ده، عندك تخلص اوراق من جهة حكومية، ميراث أو فلوس من الدولة، أنت بتخلص أوراق في الجهة الحكومية. أنا شايف في زعل جواك أو حزن، زعلان قلبك مكسور، شايفك هنا في اكتشاف أمور وحقائق حواليك، هتكتشف هتعرف مين اللي بيحبك ومين اللي بيتمنى لك الشر، وهتبعد عن الناس دي، هتبعد عنهم. سيبك يعني شايفك في خايف من بكرة وقاعد بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبه على الله، سيبه على الله. شايفك انا امنت حد او حبيت او اعطيته الامان، لكن ده طلع خاين او طلع غدار، وانت يعني تعبك نفسيا من كتر اللي يعني اعطيته اكتر حدا الثقة، انت في حالة اكتئاب والخنقة مسيطرة عليك، وكأنه صابر على تغير في عدة أمور في حياتك، وكأنه يعني هنا بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام العيون الشمتانة فيك والشماتة، قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك، بقول لك عندك تيسير ديلك، التيسير ديلك، رزق من عند رب العالمين خلال الفترة اللي جاية، الرزق خلاص هيفتح لك لانك تعبت كتير ويئست واستحمل. عندك هنا اكتر من نصر جاي لك، عندك اكتر من نصر باذن الله تعالى جاي لك، هتنبسط به. في شخص هنا على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع فيك كذا عيب، هيطلع فيك زي ما بيقولوا عيوب الدنيا والاخره، هو عمال عامل نفسه انه بيحبك انه كذا عشان مصلحته، عايز ياخد منك مصلحة وهياخدها، بس بعد ما ياخدها يا ريت حتى يتمر فيه او يسكت، لا ده يطلع فيك عيوب الدنيا، عيوب الدنيا والاخرة. شايف عندك هنا قطيع التواصل، يعني هنا بينك وما بين شخص هتردع، هتردع من جديد، المحادثة بينك وما بينه هتردع، في محادثات ما بينك وما بين حد كانت مقطوعة، قطيع مقطوعة ما بينك وما بين حد، رسائل أو مكالمة راح تردع كما كان. شايفك هنا اللي حواليك عمالين يبصوا لك عن اللزوم، عايزين بيوقعوك يعني في أشخاص خسارة معاهم الوفاء والولاء، انت هنا محبوب، في ناس حباك، في ناس حباك جوج وبتتمنى لك الخير وبتدعي لك. عندك شخصين هنا رغم ان يعني بيتعاملوا معاك وفي بينكم وبينهم بينكم ود، الغيرة والحقد، عنده غيرة وحقد هيكون جواهم من ناحيتك. في شخصنا يعني بيعرض عليك ارتباط في السر، حاول ما تقبلش، حاول ما تقبلش،
بي هنا ما تقبلش بي، واحذر من شخص بيستغلك عاطفيا وماديا، احذر شافك انها هتتعرض في مشكلة وهيكون فيها يعني كيلو قال عليك كتير، واذا طلعت منها حاول تقفل لسانك من حكي مع يعني بعد الناس، ابعد ابعد، معاك رزق جاي لك، معاك رزق جاي لك من رب العالمين. شايفة كده شخص بتختلف يعني معاه اختلاف بسيط بس بيكبر، وهو الخلاف دي بينكم، احذر. شايفك عايزك تحذر من سرقة، بينسبها ليك شخص، خلي بالك. شايفك هنا يعني بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك السابقة، وحتى انا شايفك انها تبدأ تتعامل بذكاء مع الأشخاص اللي حواليك، بترتاح مع شخصنا في الكلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. في رزق حلو جاي لك هتنبسط بيه، وأنا شايف هنا الرزق ده هيكون أرحت ليك بإذن الله تعالى، وهتنبسط. قد ما كنت مهموم ارمي حمولك على رب العالمين، هو اللي هينديك، هو اللي هيخرجك من محنتك، هو الرزاق. شخصنا الشخص ده نرجسي، بيكون يعني مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون عارف يعني تحط معاه النقط على الحروف. شايفك بتبدأ مع شخص بدايات جديدة، شايف هنا انت يعني شايف في عندك هنا وحدة بتتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، احذر الفترة دي من شخص يحاول يعني يقلب عليك الترابيزي. في حوار بينك وما بينه، ولكن رب العالمين بينصرك فيه، رب العالمين بينصرك لأن قلبك طيب ونيتك سالكة، وبتتعامل مع الناس بالخير وبالحسن، وبتتعامل معهم بالصدق. لكن في ناس غدارة، ناس مش بتحب الخير، مش بتحبك تكون أحسن منه، لكن رب العالمين بينصرك. في مكالمة التليفون بتديلك من شخص غايب عنك، مكالمة التليفون دي بتديلك قدامك خطوتين وراح تديلك المكالمة. شايف عندك هنا عندك يعني موضوع فيه إمضاء، يعني موضوع إمضاء على عقد، يعني شايفك امتلاك شيء أو قضية، يعني في حدا بتمضي عليها راح تمتلكها، بس عندك قضية رب العالمين بينصرك فيه. في عندك هنا موضوع نقل بيتم معك على خير بإذن الله، عندك مناسبة حلوة بتحضرها وبتحتفل بشيء يخصك أو يخص حد من عتبة العيلة، بتحتفل وفرحان. صلى على الحبيب المصطفى وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابي في الله. هسه شايف عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، وكأني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم بأي أسلوب، بس أنا شايف هيكون عندك يعني مشكلة، بس رب العالمين هيقف معاك وهيحلها لك. في عندك شخص بيراسلك رسالة على التليفون وبتكون يعني أنت شايفك محتار ترد أو لا، هو عمال يرسل لك ويبعت لك الرسالة بس أنت محتار مش عارف ترد ولا ما تردش. انفراجات مالية ديالك، انفراجات كويس، وفي نفس الوقت هنا في ازمات برضو مادية عندك، وده بيدل انك يعني تكون حريص شوية، حرص وكون حريص في امورك المادية عشان ما تعانيش بكسر المصاريف. انت بتصرف كتير، نزيه، بتحب النزاهة، بتحب الاكل، بتحب الفسق، حاول تمسك ايدك شوية، حاول تمسك ايدك شوية من المصاريف اكتر من اللازم. في انسانة هنا شغلانتها يعني زي ما بيقولوا الكيل والكال، الكلام شغلانتها الكلام، الكيل والقال، خلي بالك واحذر منها. عاملة لك بطاقة السحر، سحر وقف، سحر تعطيل، بتعاني منه من زمان السحر. حتى الخلفة واقفة معاك، كل حاجة مدمرة معاك،
من زمان السحر ده. الست دي احذر، احذر منها واحذر من التصرف يعني يصدر منك. في حد هنا يعني ممكن هيفهمك غلط، في حد هنا هتكون يعني في مكان وهيدخل عليك شخص، خلي بالك منه الشخص ده عشان هيبص لك نظرات مش كويس. في شخص هنا هيحكي عليك كلام بالغلط، عليك هيحكي كلام يعني هو مش فيك الكلام ده، الكلام ده مش فيك ولا انت ما عملتوش ولا ما قلتوش، بس هيقول عليك الكلام ده لانه هو مش كويس ومش بيحبك. بس انا شايفك هنا قلبك موجوع كتير. ايه اللي كسر قلبك؟ قلبك موجوع كتير، وكأني شايفك هنا شايل جواك هموم او حزن، مش عارف مع مين تتكلم ومع مين تحكي، امور حواليك فيها عدم انضباط. بس انا عايزك ترمي كل ده، ارمي حمولك كلها على رب العالمين، ارمي حمولك وارمي اللي جواك على رب العالمين، لان هو اللي هيريح قلبك من كل الهموم دي. اشكر ربك، اشكر ربك على اللي جواك، وادعي ربك يهديك قدرك الخير، والدعاء يغير القدر. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترضون لله وقارا. فاكثر من الاستغفار على قد ما تقدر، خلي لسانك عليه ذكر الله، خلي لسانك عليه ذكر الله. شايف هنا في شخص هنا يعني عندك هنا شخص متقلب الود، والود يعني بينكم هينقلب ما بين يوم وليلة، شخص يعني بينكم فراق وخصام، بتردع العلاقة أقوى من قبل. بس حتى لو العلاقة رجعت فهو لسه عنده النرجسي والأنانية. شخص هنا بيجبر بخاطرك في موضوع أنت بتحتاجه فيه، وشايف هنا عندك طريق، عندك طريق سفر وهيكون خير عليك. شخص من المقربين منك هيعاني الفترة دي بوعكة صحية، هيعاني بوعكة صحية الشخص ده. احذر هنا الفترة دي يعني عشان عندك التعب شوي، تعب في الصدر وتعب المعدة، تعب الظهر، تصحى عندك أرق، التفكير 24 ساعة، تفكير الطاقات السلبية مسيطر عليك، هو دي منطقة السحر. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا بقول لك هتحتاج تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن يعني مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني ما تبررش لحد ملوش أهمية عندك. في عندك مشوار بتروح وبتتقابل مع حد صدفة بتسلم عليه، شايف هنا بقول لك يعني داخل لك شخص بعد فترة هتتعرف عليه، هتتعرف عليه، عندك الخير دايلك، هيدي لك من وراه قادم ليك. بس خلي يعني خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. شايف هتسمع هنا على شخص يعني انه عنده يعني الشخص ده تعبان قوي، تعبان بس هو اذاك، وهتسمع عنه ان هو تعبان، ان دعوتك استجابت. في شلال خير ورزق داخل لك عن قريب، شلال رزق وخير داخل لك خلاص. شايفك يعني بتغير، عندك تغير مكان عمل ده، هتغيره عندك للأعلى شأنك هيعلى في العمل. في إنسان هنا بتتدسس عليك بطريقة يعني طريقة مش كويس، الإنسان دي عمالة تتدسس عليك، هتتهمك في ببعض السلوك اللي هتتعبك، وكأن اتهامهم ليك بالحقد داخلهم ليك، حقد كبير. رب العالمين هنصرخ عليهم.
في بعض هنا اشخاص يعني حواليك نيتهم ليك مش حلوة، بس الفترة اللي جاية شايفك هتتعامل مع شخص هيفتح معاك طريق شغل او رزق كويس ليك. شايف عندك هنا يعني بقول ليك طالت انتظارك، يعني انت منتظر في امور كتيرة حواليك، انت على وشك انتهاء من مرحلة مرهقة، مرحلة متعبة. شايف امنياتك هتبدأ تتحقق، وكأن شايفك هنا يعني هتبدأ تحافظ على اوضاعك في بعض الامور، هتبدأ تظبط معاك. شايفك هنا ماشي في طريق يعني طريق شغل، او مقدم على طريق شغل، مقدم على طريق شغل او مستني شغل، لان شايف طريق الشغل قدامك ديالك. شايفك هنا بس محتاج تبعد عن السلبيات اللي موجودة في حياتك، او يعني او مكسر عليك بشكل يومي. يعني شايفك هنا مفتقد الفرحة، افتقدت الفرحة، وافتقاد الفرحة دي مسبب لك المتاعب النفسية. بقول لك بقدرة رب العالمين عندك الفرحة والسعادة الأيام اللي قادمة، وأنت هنا بذكاء هتقدر تبعد عن أي مناقشات توقعك في مشاكل، وأنت بغنى عنها، بغنى عنها. الحظ هينفتح معاك قريبا، وكنا شايفك هنا يعني هتقدر تخرج من التقيد والتكتف اللي انت موجود فيه، هتخرج بإذن الله من كل المعاناة دي ومن كل التعب ده، هتخرج منه. شايف هنا في إنسانة مقربة منك بتتكلم في ظهرك بالباطن، الإنسانة دي مش كويس، بتتكلم في ظهرك كتير بالباطن، بس احذر من الاستغلال العاطفي لأنك هتتعرض له، هتتعرض للاستغلال العاطفي. عندك مشكلة مع حد من المقربين، المقربين في مشكلة مع حد. شايفك هنا وبينك وبين نفسك بتحس بظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصرك عليهم. في شخص هنا يحاول يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك، بس انت هنا هترفض، هترفض. هو عايز يردع الشخص ده ياخذ مكانه من جديد في قلبك، بس انا شايفك انت هترفض، هترفض رجوعك ليه مرة تانية. الفترة دي عندك شوية تعب، شوية ارهاق هتخلص منه. شايفك هنا يعني هتبدأ تجمل امور، تظبط الدنيا معاك. شايفك هنا تتعرف على شخص، العادات والتقاليد متغيرة على عاداتك وتقاليدك، بس عايزك تحذر من النميمة والفتنة، من النميمة والفتنة، لأن ممكن يعني تكون دائرة حواليك، تكون دائرة حواليك النميمة والفتنة، فاحذر كما أقول لك. اللي شايفك هنا يعني اللهم صل على حبيبي المصطفى، في مشكلة مع شخصية هتكون أنت طرف فيه. شايفينها بيدعوك للإيجابيات، أفكارك السلبية ملهاش أي وجود في الحقيقة. في حد بيديك هدية غالية، على غالية بتديلك الهدية دي. شايفك هنا بتقعد مع شخص له مكانة كويس، وبيتقدر مكانته الاجتماعية، له مكانة كويس الشخص ده. شايف هنا انت محتاج هنا تعطي نفسك وقت من يعني بالتفكير الصح، فكر صح علشان توصل للي انت عايزه. عندك هنا تبرر لأشخاص، في كلام، في مشاكل، او انتوا اتنين هنا يعني بتبرروا لنفسيكم، او انت بتبرر نفسك وهو بيبرر نفسه، في قعدة ما بين بعضيكم، هتنتهي بالصلح ان شاء الله. بس شايف ان عندك شخص يعني هيخنقك، يعني هيضايقك او هينرفزك او هيخنقك من طريقة حديثه معاك الفترة دي. شايفك يعني هنا عندك يعني هتعاني بحالة يعني حالة عاطفية غير مستقرة،
بقول لك ان ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة الجاية الوضع المادي معاك هيتحسن. في اشخاص هنا هتاخذ منك موقف بسبب الغيرة. احذر هنا الفترة دي من الخلافات العائلية، في اشخاص هنا حاسدينك لدرجة كبيرة، حاسدينك مسيطر عليك الحسد، حاسدينك على فرحتك، على انبساطك، حاسدينك على اي حاجه، بيتمنوا لك الشر ويجي لك من اي مكان الاشخاص دي. لكن النصر، النصر عندك من رب العالمين جاي لك. شاف في حد هنا هيظلمك، في كلام هيقولوا عليك، الشخص ده هيظلمك في كلام هيقولوا عليك، وعندك شخص هنا مهم كان ليه معزه جوه قلبك. شايفك هنا متردد تاخذ خطوة اتجاهه، شايفك في عندك تردد، متردد تاخذ خطوة اتجاهه، في مكالمة تلفون او رسالة هتديلك. شايفك هنا بس انت هتبص فيها ومش هترد عليها، رسالة هتديلك او مكالمة بس انت هتبص ومش هترد عليها. في عندك وحدة ست تصرفاتها معاك يعني هتكون مش عاجباك، تصرفاتها مش عاجباك انت، وفي نفس الوقت ذات الوقت مش هتكون قادر يعني تكلم او تعبر. في فرصة السفر جيالك، فرصة السفر جيالك، واحذر من يعني التجسس عليك من اشخاص حواليك، احذر من التجسس من الاشخاص اللي حواليك، هدفهم يعني انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك. رب العالمين هيقف معاك، رب العالمين هيقف معاك وهينصرك، لان في اشخاص مش كويسة بتتمنى لك الشر، عايزة تأذيك، عايزة تكسرك، عايزة تأذيك بأي حاجة، عايزة تدمرك. الاشخاص دي مش حباك يعني شأنك يعلي او تعلى في شأنك او توصل للهدف اللي انت عايزه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. خلي بالك هنا في اشخاص حواليك يعني برضه مش كويسه جوه، بس رب العالمين هيقف معاك. في موضوع خصام او مشكله مع حد، انت هنا عطى حد فلوس او منتظر فلوس حد يجيبها لك، شايف حد بيديك فلوس، عندك موضوع في محكمة او قضية، عندك موضوع في محكمة او قضية هيخلص على خير بإذن الله تعالى، راح يخلص على خير الموضوع ده، في محكمة عندك قضية راح تخلص على خير. في عندك هنا شخص انت يعني هنا هتقدر تخرصه بردك عليه، هتخرصه، خليه يخترص بكلام، هتديله كلام زي ما بقوله في الدول، هتخليه يخرس خالص مش هيتكلم، هيمتنع عن الكلام. شايفنا؟ اللهم صل على الحبيب المصطفى. في عندك رزق دايلك، الرزق دي دايلك قريب وهتنبسط بيه جدا لان انت محتاجه، الرزق ده خلاص على عتبة بابك، دايلك بإذن الله تعالى وهتنبسط. في بلوك بينك وبين شخص، بلوك بينك وبين شخص هينفك. في عندك زيارة لدكتور، في عندك زيارة لدكتور، بتزور دكتور أو بتروح عند دكتور، في عندك زيارة. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بس أنا شايف أمور يعني حاجات كثيرة هتحدث معاك، خلي بالك منها. راح تعرف مين اللي حاسدك، مين اللي باصصلك في كل حاجة. عندك عتبة جديدة، العتبة دي فيها راحة ليك، في شراء بيت أو تغير محل إقامة، في عندك مبلغ من المال دايلك، مبلغ من المال كويس، المبلغ ده كويس أنت محتاجه. في تحقق هنا حاجة يعني أنت منتظرها بفارغ الصبر، راح تتحقق معاك.
في بركة في الرزق وترقية تخص عملك. في حاجة مفقودة، عشان انت تعصر هنا على شيء مفقود بقاله فترة راح تعصر عليه. حاجة مفقودة يعني منك بقالها فترة راح تعصر عليها. في قرار صح بتاخذه يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان قرارك صح رغم رد الفعل اللي منتظره. راح تلاقي ان قرارك صح اللي خدته، بس انت يعني برغم ايه رد الفعل اللي انت منتظره. في شخص ان انت بتحبه، الشخص ده انت بتحبه بيزداد غلاوة عندك وتدوم محبتكم ان شاء الله. في مواجهة مع غريب يريد اذى ليك، لكن ربك معاك وينصرك عليه باذن الله تعالى. شايفك برضو انت عندك ندم هنا، ندمان على كلام او على فضفضة قلته، وانت معاك حق، بس خلي بالك من كلامك، بلاش تظهر كل حاجة على لسانك وتحكيها للي قدامك، لان كل الناس يعني في ناس بتاخد منك الكلام بتخط عليها كذا كلمة وتزود عليك الكلام ان انت قلت وسويت. المفاجأة الحلوة دي انت غير متوقعها، هي هدية قيمة، يعني هدية كويسة قريبة منك من شخص غالي على قلبك. الهدية دي لك. عندك هنا أمور خير ليك، الله أكبر، حلوة، حدث حلوة ديالك خلال يعني ساعات، هتفرح، أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الله تعالى، لديك بشرى وفرحة. بس أنا شايف هنا في حد ندمان على فراقك، حد يعني عم زعلان على فراقك. شاف عنده ندم لانه هو شافه ندمان. بس خلي بالك هنا، شايف هنا المفتاح بيجي في ايدك، مفتاحك بيجي في ايدك خلاص. شافك هنا بتمتلك شيء جديد، توثيق عقد، شايف بداياتها تعلي شأنك. في حد عايز يردع لك ويصالحك، وانت هنا عمال تطلب بكل حاجتك يعني القديمة، مستحقات، فلوس، ورث، بتطلب بكل حاجة بتاعتك، مستحقاتك القديمة، عندك انتصارات قانونية في المحاكم، في نجاح في المدارس، نجاح في الامتحانات، عندكم نجاح بإذن الله تعالى، وفي نجاح مهني وأموال كويسة ديالك. في البعض هنا منكم عرض ارتباط أو زواج، يعني عرض ارتباط أو زواج. في شخص هنا بيحبك قوي، يعني في شخص بيحبك، في ناس هنا هتدخل حياتك هتأثر عليك بالخير وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك وحياتك. للمبتعدين في تخاطر أو تواصل روحي بينك وما بين شخص، في بينكم زواد عن قريب. للعزاب هنا في يعني رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، وللبعض في ماضي هينقفل. في ناس قطعوك ورجعين لك تاني، وعندك يد مساعدة أو سد دين، عندك يد هتساعدك. في فرحة في أرض بيتك، هشوف البعض يعني فرحة في بيتك وفي أرض بيتك، ممكن زواج أو خطوبة أو فرح بإذن الله تعالى في أرض بيتك. الفرحة أو بشرى لمولود بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وكما كنا هنشوف التعليقات الكثيرة عن علاج السحر أو علاج المس أو علاج الحسد أو علاج التابعة أو أي علاج عايزينه، هنشوف التعليقات الكثيرة وهناخذ وهنعمل له فيديو ليكم بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك، واللي حاب يتواصل معنا في العلاج يتواصل معنا، الرقم أمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.